ليك الواطي ليك، عم ينظف الخبز عن الطاولة من قدام هالكلب. بسيطة، أنا هلأ بورجيك. شو عم تعملوا لك غسان؟ ولا شي، مثل ما أنك شايف هاي بتكون نعمة. قلت بلا ما نتركها توقع تحت الرجلين، حرام، الله رح يحاسبنا عليها. الحمد لله في عالم مو قدرانة تاكل. لا تقولا، قلت لي انه الله رح يحاسبنا عليها. بعد لي شوي، انا كمان رح لم شوي، ولا الله بيعاقبنا. طلعوا فيني ولك، هاي نعمة، لا خوف ولا حرام، ما بتمشي معنا. إذا هاي التفاهات والخرافات ما جهلتوها وحطيتوها تحت رجليكن كمان، ما رح بعمركن تتقدموا ولا خطوة. الخبز، الكتاب، كل هدول مو مقدسين. الله يقويكم. شكرا يا ابني. مين منكم خالي عزيزة؟ والله يا حبيبي عزيزة مو بالبيت، خير ان شاء الله. ابي بيكون ابو زهير، بعتني لهون، في امانة معي لازم اعطيها اياها. اذا بدك انا بعطيها اياها. لا لازم اعطيها اياها لها، هي امانة. امانة شو هي ولك؟ بقصد ابو زهير هو اللي بعتني، اعطاني مكتوب كمان وقال خذ المكتوب واعطيه لعزيزة. مكتوب شو لا؟ ها عزيزة بتكون مرتي، شو انت عم تتمسخر عليه؟ مكتوب شو هذا ولك؟ هات لشوف. هاي امانة يا اغا، بعطيها لخالي عزيزة وبس. قلت لك اعطيني والا جنازتك بتطلع يا عساف من هذا البيت. يلا روح من هون. اختي عزيزة، لحد اليوم ما قدرت خبرك ابدا، بس ابنك خليل لساته عايش، ما مات، وأنا ما ضل بالعمر إلا القليل، رح سلم الأمانة بإذن الله. ما بدي روح قبل ما أخبرك. أمانة سامحيني. يا ترى شو هالقصة يا؟ شو قصده يقولها؟ شو عم يقول هالواطي؟ عباس قال تمام، قال خلصت القصة كلها. بسرعة جهزوا لي العدة تبعي، جهز لي رجالين كمان وخليهم يجوا معي، رح نروح لبيت أبو زهير مع بعض. خليني أفهم أصل الموضوع، شو عم يحكي هذا الواطي؟ خير إن شاء الله باسم آغا، شو صاير معك؟ ليش أنت معصب؟ ما في شي عزيزة، أنت لا تتدخلي، روحي شوفي شغلك. استغفر الله. لازم نخلص هالموضوع قبل ما تعرف شي هاي المرة. ولك والله إذا بالفعل طلع ابنها عايش معناتها راحت علينا. آخ يا بنتي، كمان رح تروحي بهالكندرة على المدرسة اليوم، والله رجليك رح تتجمد. برودة شو يا أمي؟ والله لبست جوز جرابات برجلي لحتى يطفو. خلي أبي جمع له شوية مصاري وبعدين قولي له يفرقنا نحن والحيوانات عن بعض بقى، ولا يبردوا إخواتي، وأنا ما بدي شي تاني أبدا. طلعي فيني، في هي اللي اسمها ميسون مدري شو، انتبهي منها وأصحك تروحي لعند هالحية أبدا، خليكي بعيدة من هي المرة. ها خالتي، خالتي، السلام عليكم خالتي. وعليكم السلام أخي زيدان.
خالتي انت بتعرفي وينه حسون؟ بعد وراه هلا بالحاره اللي مقابلنا. ابو زهير بتعرفه؟ تذكرته؟ وضعه الصحي مو كتير منيح، على اخر نفس بقيان. هن رفقات من زمان، راح لعنده. لكن عم ابو زهير مريض، يعني رح يموت. اه يا عم ابو زهير، اذا بتحكي قبل ما تموت بركي بيرضى يحكي ويدلني على شيء، ولا ما حدا رح يحكي لي شيء. ابني انت منيح ولا في شيء بدك تقوله؟ والله كيف بدي اقول لك يا خالتي، بنتك رولا يا خالتي تقوصت اليوم. بس صدقيني ما بعرف كيف وضعها لسه. امي امي شو صار؟ امي احكي شو صار؟ امي انت متاكد مو هيك؟ متاكد يا خالتي. يا امي حفظت قلبي عليكي يا بنتي. امي قوصوكي هالولاد الكلاب. امي شو صار؟ مشان الله اهدي. امي شو صاير؟ ليش عم تبكي؟ اختك تقوصت يا تقبرني. أنا رايحة على مشفى المنطقة، بس يجي أبوك خليل حني لهونيك بسرعة. ماشي أمي. أمي جاي بسرعة. أمي أمي خليكم خليكم لا تروح. يلا استعجلوا استعجلوا. رولا حبيبتي تحملي، من شان الله تحملي. استعجلوا شوي استعجلوا. تحملي حبيبتي. عفواً حضرتك ما فيك تفوت، رجاء انتظر هون. فراس وينه؟ بعدته على البيت، مو منيح انه يستنى بهيك وضع. إذا صار لها شيء ما رح سامح حالي أبداً. يا ربي دخيلك ساعدنا، احميلي مرتي وابني. إن شاء الله رح تتحسن يا مدحت بيك، ورح ترجعوا عيلة واحدة من جديد. إذا صار وصحيت أول كلمة رح قلها إياها إني سامحتها. يا ربي دخيلك، بترجاك ما يصير لها شيء. الله عافية يا أختي. الله يسلمك يا أخي. الله يقومك بالسلامة يا أخي. أنا كنت رايح على المشفى، قالوا لي أنت بالبيت. كيفك؟ إن شاء الله منيح. لا يا أخي، والله ماني منيح. الدكاترة قطعوا أملهم مني. آخ يا أبو زهير آخ، حرقت قلبي. الدكتور قال له أصلاً لا تدخن أبداً، بس ما رد عليه يا أخي حسون. لا الله يسلمك بلا هالحكي، إن شاء الله سليمة. الدكاترة بيحكوا كتير، والله يا عمي بيكبروا كل شيء. أبو زهير رح يتحسن إن شاء الله، وربنا بيضل كريم، ورح تقولي أخي قال، ورح نشتغل سوا بالأرض وحياتك. جيبي لي كاسة مي يا مرة. حسون قرب شوي، قرب لقلك بدي احكي معك.
امرني يا أخي. عندي وصية قبل ما أموت يا أخي. وصية شو يا زلمة؟ لا تحكي هيك. في سر حمله بقلبي من سنين. أنت بتعرف عباس، راسم آغا وعباس، هن اتنين اتفقوا إنه يقتلوا أبو خليل. والمسكينة عزيزة من سنين بتعرف إنه الاتنين ماتوا. عباس حلفني إلي وقتها وأخذ مني وعد، إذا رح أحكي شي لحدا رح تكون مرتي طالق. وأنا بعد ما حلفتها اليمين ما حكيت أبدا، بس هلأ رح أموت والموضوع إجا وقته. اسمعني منيح حسون، زيدان بيكون ابن أخوه الكبير لراسم آغا. ها؟ أنت شو عم تحكي يا أبو زهير؟ قول لزيدان مشان الله يسامحني، كان جاي عم بيسأل عنه وأنا كذبت عليه، كذبت عليه بسبب اليمين اللي حلفته. بس أنا رح موت، وأنت لاقي زيدان فورا واحكي له كل شيء. هذا دين عليك يا حسون. تمام، رح قل له، بس رح نقله مع بعضنا ورح تتحسن يا أخي بإذن الله. شربي يا أختي. أبو زهير شو صار لك؟ خد اشرب مي، اشرب. بابا أنت منيح؟ بابا أنت منيح؟ انتظروا لي هون انت وياه. عافا إن شاء الله يا أبو زهير. الله يعافيك. اسمحوا لنا يا جماعة، بدي أحكي معه. بعتت خبر لمرتي عزيزة وقلت إنه ابن عزيزة عايش. قلي لشوف، هل حكي مزبوط؟ يعني عباس كذب علي؟ مزبوط راسم آغا، عباس كذب عليك، الولد عايش. طيب مين هو يا أبو زهير؟ قلي لشوف، مين هذا الولد؟ وين عايش؟ يابا يابا له يابا يابا له يابا من شرد للغزالة. سألت شو عمل؟ هذا حيوان، والله حيوان ما بيفهم شيء. شو بدك تساوي؟ ساعده لشوف، هذا حيوان يا عمي ما بيفهم. حيوان. الله يرضى عليك كمان يا خالو. الله يرضى عليك، الله يحميك يا خالي. انتبه منيح ها ودير بالك. يسلموا يا ابني، يسلموا، الله يرضى عليك. بسيطة يا عمي، بسيطة. يسلموا. خالو بدي اسألك عن شغلة، بيت العم أبو زهير وين بيصير؟ أنت بتعرف؟ لسه بعيد يا ابني، روح من هون وامشي لنهاية الطريق وبعدين على اليسار. تمام؟ ماشي. البيت على اليسار. ماشي. يلا شكراً. أهلين لك. الله يرضى عليك. يلا الله يكون معك. يلا يا حمار أنت كمان تحرك. تمام. يلا يلا يا رب. لك عم أسألك مين هو يا أبو زهير؟ اللي مين هو؟ أبو زهير عم أقول لك مين هو، احكي يلا احكي اللي مين هو. عم أقول لك مين هو. لا تعمل هيك يا سم آغا، اتركه. يلا لا تحركه هيك، الرجال مريض، لا تعمل هيك. يا الله أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمدا عبده ورسوله. بابا امشوا لك، نحن رايحين. لوين يا أغا؟ رايحين لعند حسون. هذا الكلب هو وحسون كانوا رفقة وما بيخبي شي عنه. رايحين لعند حسون اللي بالمزرعة اللي هون. سلام عليكم. وعليكم يا أخي. السلام. بيت أبو زهير وينه؟ كمل من هون يا أخي، روح دغري وعلى إيدك اليسار. تسلم يا أخي. أهلي. الله يرضى عليك، شكرا لك. وين صار هالبيت؟ وين هالبيت؟ وينه؟ لك ما عم بعرفه، والله كأني ضعت. بابا قولي على حظك يا اختي، تربلتي الله يرحم جوزك. شو كان منيح يا راجل، كنت عم بركض جاي صبره. الله يرحمه. الظاهر اني تاخرت. العواب سلامتكم يا اخي، الله يرحمه. ابو زهير توفى الله يرحمه بدون ما يقول لي اي شيء، راح وراح السر معه. الدنيا فانية يا اخي، عباس توفى وابو زهير كمان، هي هي الحياة. لك ليكون هو. يا ويلي ما تاخذني يا اخي، العوض بسلامتك الله يرحم. الله يرحم امواتك. شو كنت عم تحكي؟ هيك كان ابو زهير. اخي والله بعرف هلا مو وقتها، بس مين هدول اللي بالصورة؟ الرجال اللي مع المرحوم. هذا عباس والثاني ابو زهير، افضل مزارع بالمنطقه، وهو كمان توفى، والثالث حسون. مين حسون؟ من مزرعه الخال، كان هون قبل شوي بس اجا وراح فورا. والله ما لي غيرك. الله يصبركم يا اخي، العوض بسلامتكم. الله يرحمك. الله يسلمك. ما لي حدا يا ابو زهير. لكن العم حسون يمكن بيعرف أبي، والله يمكن يكون هو كمان بيعرف الحقيقة. أنا لازم لاقيه فورا. يلا يا زيدان تحرك، دخيلك يا ربي الله يرحمه. مرحبا. كيف وضعها هلا دكتورة؟ رح تعيش؟ ما تخافوا، العملية كانت ناجحة. طبعاً بالنهاية كل شيء بإيد رب العالمين، بس بوقت قصير رح تتعافى إن شاء الله. ألف الحمد لله. الحمد لله. بنتي بنتي تقبريني شو ساوي خالتي يا ضي عيوني؟ بعدي عنا شوي، ما بصير ما بصير تقربي عليها، هي طالعه من العمليه هلا. خالتي اهدي شوي كرمال الله، اهدي شوي اهدي شوي. تعالي اهدي هون، طولي بالك، رولا رح تتعافى خالتي باذن الله. رح تضيق، يا ريتني انا بدالها ولا هي. بكفي بقى خالتي، هي اراده الله، وان شاء الله باذن الله رح تتحسن. انت بس ادعي لها خالتي والله كبير رح يستجيب. قولوا لي مين بنته لجواد؟ أنا يا أخي. خدي هات فوراً وعطيه لأمك، عم تدور عليه بكل مكان. ماما ماما. ماشي حبيبي جواد، لا تتأخر بالليل، رح أعمل أكلة بتحبها كتير. تمام، وأنا كمان، باي. ماما في شخص أعطاني هاد، على إلك كنتي ضيعتيه. إلي أنا؟ شو بده يكون يا ترى؟ يلا بنتي، يلا روحي بدلي ثيابك وخلي خالتك تجهز لك الأكل. ماشي.
ماشي يا خانم، أنا بغير لها. تعي لشوف يا حبيبتي، أنا رح أغير لك ثيابك. هذا الشيء مستحيل. الله لا يعطيك العافية يا جواد، كيف قدرت تعمل هيك فيني؟ كيف هيك؟ رولا بنتي، انت منيحة؟ يا ريتني مكانك يا روحي. امي فضل من الله، انت منيحة وعم تحكي كمان. مدحت الحمد لله على السلامة. رولا وينه ابني؟ كيف هو منيح؟ ايه منيح. ديالا خانه مبعتته على البيت، بس تتعافي مناخد ابننا ومننتقل على بيتنا ان شاء الله. ابي وينه امي؟ ما عنده علم باللي صار بنوب، لما اجيت ما كان بالبيت. اغا ما ضل شي على المزرعه، شوي ومنكون هنيك. اذا حسون كمان عرف وحكى شي نحن منكون انتهينا. ولك حسون انت احكي لشوف، والله بموتك بلحظته. سرعوا لك، يلا تحركوا. لك وينهم هدول؟ وين أمكن يا أولاد؟ زيدان قال إنه أختي تقوصت وأمي راحت لعندها، قالت لما بيجي أبوكي خليه يلحقني على المشفى. هيك لكن هلأ بعد كل هالبهدلة راحت لعندها على المشفى؟ أنا كمان راح أروح لهنيك، انتظروا بس لروح وارجع. والله اتنيناتهم لطلع عيونهم. بابا لا تقول هيك عن اختي، حرام عليك، ان شاء الله بتتحسن. اسكتي وليك، انت شو فهمك لحتى تحكي؟ الباص تحرك هلا؟ لا بابا، بس بعد شوي رح يتحرك. سكروا الباب وانتبهوا منيح، رح جيب امكن وارجع. يلا نفوت لجوا. ماشي. يا حميدة، ما قدرت تنسي هالبنت بقى؟ يا ساتر. بسم الله. لوين رايح هيك؟ على المنطقة، على المشفى. لكان رايح على المشفى ما هيك؟ ايه. روح على المنطقة وشوف قديش هدول المصاري بيجيبوا أحذية وتياب، جيبوا وتاع، فهمت؟ أخي والله أنا كنت رحت وأجيت، بس عندي شوية شغل. لك أنت شو عم تحكي يا ناكر المعروف؟ كلكن هيك، ما بتسوا خمس قروش. نحن عم نتجمد كرمالكم بشبال، وأنت إذا بدك تروح مشوار بدك تعمل فيها مشغول. لا أخي أنت فهمتني غلط والله. لك تطلع فيني، روح جيب اللي طلبتهم بسرعة وتعا، رح يكونوا عندي الأحذية اليوم بالليل، وإلا بيتك يا أفندي بيصير مثل هدول اللي هون. حاضر يا أخي حاضر.
أبوك مو بالبيت؟ أبي مو بالبيت. ليش وينه؟ شو بيعرفني؟ ما تخاف ابني، ما رح نعمل شيء أبداً. أبوك اشتغل عندي كثير من زمان وتعب معي، كان واحد من رجالي. اللي لأشوف هلا، تعرف وينه؟ أبي راح المنطقة يا راسم آغا. أختي تقوصت وراح وراها على المشفى. الله يلعنه، ما لحقنا. ولك استعجلوا روحوا على المنطقة ولقولي هالكلب حسون فوراً، وبعدين جيبوا لي إياه عندي لهون. تحركوا لك ولا ترجعوا لحتى تلاقوه. يلا لك وقفوا وقفوا وقفوا، انتظروني شوي. عمو لك هذا مو العم حسون؟ لوين رايح هيك؟ عمي عمي عمو حسون عمو حسون عمو عمو حسون. عمى ما لحقته، رايح المنطقة ليشوف بنته بالمشفى. انت املي الوحيد يا عم حسون، ما رح اتركك ابدا، رح اعرف منك الحقيقة، اكيد رح اعرفها. يلا زيدان. جواد جواد وينك؟ اختي شوفي جواد وينه؟ جواد مو موجود هون. شوفي جواد وين؟ طلعوا مهمة يا خانم. وردنا الآن أن زوجة المدعي العام رولا أشجار تم نقلها إلى مشفى المنطقة اليوم، ولحد الآن لم يتم التصريح عن الجهة المطلقة للنار على زوجة المدعي العام. حالة الصحية منيحة لكان؟ نتمنى الشفاء العاجل وسننتقل الآن إلى سبع الواح. أنا بورجيك يا حقيرة. لازم نحكي كل شيء لفراس يا مدحت. أنت أبوه هو لازم يعرف هالشي. هو وينه هلأ؟ يا ريت أنا كمان شوف حفيدي. بالبيت، أنا بروح بجيبه هلأ. يمكن قلب أبوها كمان يحن عليها يا بنتي، وقت يشوف حفيده رح يحن قلبه. رح نعزبك معنا بس جيبي ديالة. تمام. زينة أنت رولا لكان؟ إيه. الله يرزقك. شو عم تعملي؟ جنيتي شي؟ زينة أنت ما بتخجلي؟ شو كان بدك منه أنت؟ شو كان بدك من جوزي؟ شو كان بدك منا؟ ليش عملتي هيك؟ هدول؟ مع الأسف مدحت بيك، مع الأسف نحن اتنين تمت إهانتنا لمرات كتيرة كمان. التصوير كله يا بيك بهذا السيدي، تفضل تفرج. الله ينتقم منك، انتي دمرتي حياتي. انتي ما رح تتهني بحياتك بعد هلأ رولا، ما رح تتهني ابدا. مرة وسخة. زينة شو هدول؟ هدول من زمان كتير مدحت، لسه قبل ما أتعرف عليك. جرحتيني مرة تانية رولا، مرة تانية. ما بدي أشوفك أبداً بعد اليوم، ما بدي أشوف وشك مرة تانية. مدحت لا تروح، مدحت هذا كان من الماضي، من زمان كتير. مدحت 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 بيك. بهيك وضع معك حق بكل كلمة قلتها، بس كمان لازم تسمع القصة الحقيقية على الأقل. رجاءً رجاءً اسمعيني، لا تتدخلي بهالموضوع ديالة خانم، لا تتدخلي بها أكتر من هيك. متحد ديالة ديالة شوفي، الأوضاع تكركبت على الآخر طارق، كرمال الله تساعدني. تمام ديالة، اهدي شوي، تعالي احكي لي شو صار. زينة 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 شو عم تعملي هون؟ شو عم يصير؟
الله ينتقم منك يا جواد، كيف قدرت تعمل هيك فيني؟ زينة شوفي، أنت كيف قدرت تخوني جواد؟ أنت عن شو عم تحكي يا زينة؟ عم بحكي عن اللي عملته مع الست اللي اسمها رولا. مين رولا زينة؟ عم تنكر هلا؟ لا زينة، هذا افتراء حبيبتي، لا تصدقي أبداً. مين اللي قالك هالشي؟ هذا كله كذب زينة رجاءً. لا تحكي، الله لا يوفقك، لساتك عم تكذب، لساتك عم تكذب علي. طلع منيح بالصور، طلع لحتى تشبع من هاي البهدلة. خلاص 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 زينة، كرمال الله اسمعي رح اشرح لك. زينة بكفي، لا بقى تلحقني، رح ارفع دعوة طلاق عن قريب. وقفي زينة رجاءً، اهدي لحتى نحكي زينة رجاءً. بس اسمعيني تعي رجاءً زينة، ما في شي من هالشي، لا تحكي حكي فاضي زينة، هذا الشي مو صحيح أبداً. سيد جواد هل تسمعوني؟ أسمعك. شوفي، ألقينا القبض على اثنين زعران عم يلعبوا قمار، وهن اللي هربوا منا المرة الماضية. تمام مفهوم، أنا جاي. رح تترك إيدي ولا لا؟ زينة رجاءً اترك. زينة زينة رح نحكي ونحل الموضوع. زينة استني شوي. قولي إنه كذب يا بنتي، قولي إنه كل هالشي كان كذب. لا أمي، مع الأسف مزبوط، بس الله يخليكي لا تتركيني مثل ما تحت وتروحي قبل ما تحكمي علي. اسمعي شو صابوا فيه. اسكتي لا تحكي، ليش اللي عملتي بينحكى يا بنتي؟ لك هذا شرف، ليش لحتى تتدخلي بحياة غيرك؟ ليش عملتي هيك؟ ولك ما خجلتي من حالك؟ كنت جاهلة يا أمي، كنت صغيرة، قالوا لي ما رح تعيشي مع الحيوانات بعد اليوم، وهالفقر رح ينتهي، رح تحصلي على كل شيء. سلمتن حالي، كل اللي صار معي بحياتي كانت سببه هاي اللي اسمها ميسون. قالت لي رح أنقذك، قالت لي رح أنقذك من القذارة يلي كنت عايشة فيها، وأنا كنت غبية وصدقتها. يا عيب الشوم عليكي، كرمال ما تعيشي مع الحيوانات بهدلتي حالك هالبهدلة. آخ يا أمي آخ، لو بقيت بين وسخ الحيوانات كان أحسن من إنه كون هلأ بهالوسخ يلي عندهم. عرفوا يستغلوني يا أمي، أول شي أخذوا عقلي مني وما تركوا لي طريق تاني أمشي فيه. كل الإيمان يلي كان بقلبي راح بسببهم هن وانكسرت. لما بقيت من دون أصل تورطت بكل شي وسخ، وهذا كل اللي صار معي يا أمي. بالنهاية وقعتي بالغلط يا أمي، الله أعلم كيف رح تتحاسبي قدامه. أمي أنا طلبت العفو من ربي، مت وعشت واحتميت برب العالمين، ربنا كريم ما رح يردني خايبة. دخيلك يا أمي، أنت كمان سامحيني، لا تتركيني وتروحي، لا تتركيني. يلا لشوف، يلا. ايه شوطة. برافو، يلا. حلو حلو. إذا رويدة طلعت مثل أختها الكبيرة رح نستفيد منها كتير. رولا ما تعبتنا كتير، بالعكس عزيمتها بسبب الفقر والقهر وخجالة كمان فورا ربطها فينا. إذا أختها مثلها ما بتوقع إنه رح تعاندنا. أنا كمان هيك عم فكر. جبتي لي طلبي؟ إيه جبتلك، وأحلى واحد كمان. أنا رايحة على المجلة على أساس في بنات لازم اهتم فيهم. طيب لا تهمليهم، أنا كمان رايحة لعند هالبنت ورح حاول حاكيها. يلا زدتلي. ايه خد. ايوه لعندي لعندي. يلا برافو عليك. برافو. يلا يلا بسرعة يلا. برافو برافو استاذ. قلنا لكم بدنا نربح. رويدة يلا يلا، ممكن احكي معك شوي حبيبتي؟ زدتلي لهون. يلا يلا. ايه لعندي لهون. ايوه يلا يلا. أه.
تفضلي يا أنسي. ليكي جبت لك بوت جديد إلك أنت يا حلوة. لا تأخذيني بس معزبة حالك. ما فيني أخده أبدا. ليكي أنا شفت حالة البوت تبعك بهالبرد ما فينك تقضي الشتاء كله أبدا. يعني أنت مضطرة أنك تأخذيه. ما تأخذيني يا أنسة بس ما فيني أخده. أنا مبسوطة من البوت تبعي. لا تعملي هيك رويدة. ليكي أنا تقريبا رح تعتبريني أمك المعنوية. يلا البسي هالبوت بسرعة. يلا لا تزعليني منك. في هي اللي اسمها ميسون مدري شو انتبهي منها واصحك تروحي لعندها الحية أبدا. خليكي بعيدة من هي المرة. ها لا يا أنسة ما بقدر أبدا. إذا أخذت البوت منك والله أبي ما عاد يبعتني على المدرسة مرة تانية. انسي أبوكي هلأ لبسي البوت لشوف. أبوكي ما بكفي ما بيجيب لك شي ورح يعصب عليكي كمان. يا أنسي يلا لبسي البوت بقى. يلا يلا لا تعملي هيك. تفضل ميسون خانم. تفضل أستاذ. يعطيك العافية. شوكت بيك أستاذ التربية الدينية جديد عنا يا أنسي وإجا مشان يتعين بالمدرسة. والله ايه تفضل اهلا وسهلا. ميت مرحبا. تفضل اقعد. رويدة شو في؟ رويدة شو قصة هذا البوت؟ ميسون خانم جابت لي بس انا ما فيني اخده ابدا. رويدة مثل مشايف صار بوتك كتير قديم ولازم تاخدي بوت جديد. بس مزبوط استاذ بس ابي وضعه مو منيح اصلا بالزر لحتى عم نشبع بمصاري الحيوانات. عم بيلم مصاري مشان البيت. رح يبني غرفة بالبيت وما رح نبقى مع الحيوانات بنفس المكان ابدا. رويدة طيب اذا انا جبت لك بوت بتقبلي؟ ما بصير استاذ. ابي ما له ثقة بحدا ابدا. بعدين بيقتلني. ابني ليكون مفخوش الكيس حطهم بأكثر من واحد واربطهم منيح. أنا اللي راح أتورطه لك ابني. صاروا مناح لا تأكل هم. سلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. تمام عمو؟ شكرا لك. الله يعطيك العافية. عمي أنا بدي بوط. شو بو هاد الزلمة؟ لا ما في شيء. عمي أنا عم أدور على بوت بناتي يكون منيح ويدفي الرجلين. قديش النمرة؟ شو بعرفني بس يمكن 36 بيزبط. هذا بيمشي معك أخي؟ والله ما بعرف شي بيحير.